سعد. لا اسال مدام كوثر ومدام ناديه لو في حاجه عايزه تختفي. تمام كده سعد. ده يا ابني، ده يا ابني القماعة دي، ده يا الشوارع ضيقة، احنا مش في كاليفورنيا هنا، خليهم يتعودوا على الشوارع بس خلاص، خليه بقى يرجع بداره زي ما طلع كده. حك القمع صح؟ حك. هات يا ابني، قعدت الاختبار بعد 3 شهور. اللي بعده يا ده عادي. لا لا والله صاد نسوان ملهاش في السواقه، مش ناقصين قرف، تخلي جوزها بقى ولا اخوها اللي يجي يطلع لها الرخص، مش ناقصين وجع قلب. انا هشتكيك في الوزاره على فكره، مش ساكت. نعم يا اختي اشتكي يا اختي اشتكي، هيعملوا فيه ايه يعني؟ ها هينقلوا لي موسيقى الشرطه؟ اشتكي يا اختي. والهم اللي بعده يا ابني،